ايه رايك يا استاذ محمد في استبدال الرز بالمكرونه؟ والله انا على المعاش وهو الرز اللي بمشينا، ازاي في رمضان هناكل مكرونه على طول؟ تنفع؟ ما ينفعش، لان انا اولادي بيحبوا الرز. لازم يبقوا الاثنين موجودين، لان ده ليه متطلباته وده ليه متطلباته. لا طبعا صعب قوي قوي قوي، معلش يعني انا مش هفضل اكل طول النهار مكرونه، كل يوم هاكل مكرونه. لا لا احنا عايزين كل حاجه زي ما هي، ما استغناش عن حاجه دي، امال احنا هناكل ايه لو ما كانش كده؟ ازاي يعني ما ينفعش؟ يعني تعمل مثلا لما اخذه محشي المكرونه، هتعمل مثلا اكل رز جنب سمك، هتعمل مكرونه جنب السمك؟ طبعا انا مش موافقه، يعني في ناس كتير قوي خصوصا الغلابه عايشين على الكشري، على الحاجات اللي هي بتتدخل فيها الرز زي المحشي والحاجات دي كلها. انا مش عارفه ليه انتوا جايين على الغلابه قوي 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 ومتكين، ما تتكوا على الناس اللي هي مبسوطه والغنيه والناس اللي هي مش لاقيه تودي فلوسها فين. بطاقه التموين بتوفر لك السلع الاستهلاكيه طول الشهر؟ كل شهر، وممتازه جدا، والعيش موجود وكل حاجه موجوده، مش وحش، بس هي عاوزه شويه ظبط كده بس في الحاجات دي. اتمنى 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 فعلا ان الرز يتوفر، لان كل بتوع دلوقتي التموين ولا واحد ما حاطط لنا نقطه رز. عايز تاخد رز بتاخديه ب 12 جنيه. هي حلوه بتوفر في التوفير، حلوه بس يا ريتها تفضل دايما كده. هي في التوفير حلوه، انا مع بتاع التموين يعني، بس هي يعني لو تبقى موجوده دايما تبقى حلوه قوي. هي ماشيه الحمد لله، ازيد من كده هنعمل ايه؟ انما هم ما يشيلوش الرز من على التومين، لا ده كده يا بنت حرام. انا عندي بيت عائله كامله، يعني مش انا لوحدي، عائله بتاخد كيلو رز. انا بحط دلوقتي الكيلو رز النص كيلو بحط عليه نص شعريه عشان اقدر امشي حالي. اما انت تيجي تقولي سيادتك ان انت هتلغي الرز خالص، طب الاولاد هتاكل ايه؟ اتمنى يعني ان احنا نهدى شويه ونشوف حياتنا احسن من كده. عايزه اقول كده للحكومه ان الغلابه دي خط احمر زي الدواء وزي حاجات كتير ما لهمش دعوه بالغلابه. انا شايفه ان الحكومه جايه عن الغلابه وده حرام.